دكتورانت في مختبر الأنظمة والهندسة في المدرسة الوطنية التطبيقية بمدينة فاس، اللي كتنظم دابا مختبر اللي كتنظم ديجا بشراكة مع المدرسة الوطنية بباريس للمهندسين شوب ميكا، والمدرسة الوطنية بصفاقس ندوة دولية حول موضوع التصميم والإنتاجية المدمجة. وكانت هذه الندوة فرصة للطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه بتقديم مقالات علمية ونشرها في مجلات مصنفة ومعتمدة. كانت تنظيم ممتاز، ما كانش مشكل بالنسبة للسيسيون، ما كانش مشكل بالنسبة للسيسيون، ما كانش مشكل بالنسبة لورغانيزاسيون، ما كانش مشكل بالنسبة للسيسيون دو كونفيرونس. واخا كانت هاد لا كونفيرونس كانت الحمد لله ناجحة، ولكن خاص بزاف ديال لي كونفيرونس يدارو، وخاص الا بغينا نديرو لي كونفيرونس خاص تشجيع من الطلبة الباحثين بحضور هاد لي كونفيرونس، مشاركة ونشر مقالات في المستوى باش ينجحوا النشر ديالهم في مجلات معتمدة ولا اندكسيس كوبوس. أستاذ زكريا الشلح باحث بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، يأتي تنظيم هذا المؤتمر الدولي 11 حول التصاميم المدمجة والإنتاج الصناعي بشراكة مع المدرسة الوطنية للعلوم، مع مدرسة المهندسين بصفاقس ومدرسة سوبميكا بباريس. هذا المؤتمر ينظم من طرف المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. يمتد هذا المؤتمر على مدة 3 أيام، تتضمن أزيد من 120 مقال علمي ذو مستوى جد عالي ومشرف للبحث العلمي الوطني. كما تمت برمجة 9 ندوات علمية من طرف خبراء مختصين في الميدان من دول المغرب وفرنسا والدولة الشقيقة تونس. هذا المؤتمر يدخل في سياسة تجويد البحث العلمي التطبيقي والرفع من إنتاجيته، والذي من أجله يفتح المجال للتواصل بين المختصين في الميدان والذين لهم خبرة كبيرة بين الأساتذة والطلبة الباحثين. كما أتوجه بالشكر للجنة العلمية واللجنة التنظيمية وجميع المستشارين الذين ساهموا في إنجاز هذا المؤتمر.